قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. همهم بطونهم ودينهم أموالهم. السنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة. لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان، فإذا فعلوا ذلك ابتلاهم الله بالسنون. قيل: وما السنون يا رسول الله؟ قال: شجور الحكام، وغلاء المؤن، وكثرة الأوبئة، ويحبس الله عنهم المطر في أوانه، وينزله في غير أوانه. بأبي وأنت وأمي يا رسول الله.